بالنسبة لجبهة الشيخ خضر وسليمان حلبي، جبهة يعني مستتبة نوعا ما، وفي محاولات يعني محاولات للاقتحام من عندنا لعندهم وتحريره إن شاء الله، بس ولكن في نقص بالذخيرة، نقص الذخيرة، وإن شاء الله يعني إذا صار إجانا الدعم المطلوب يعني إن شاء الله بتتحرر بأسهل ما يمكن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني بدنا همة الشباب وتوحيد القوة، توحيد الجهود يعني مشان نقدر نقتحم هالجبهة ونحررها بإذن الله تعالى.